ناس كتير بقى بعتت لي عايزه عربيات مستعمله، خلاص احنا مش عايزين نجيب من التجار اللي بيبيعوا بالاوفر برايس زي ما حضرتك بتقول، احنا عايزين عربيات مستعمله نجيبها بس بالتقسيط. طيب انا قعدت ادور وادعبس على ازاي اساعد في المشكله دي، ما لقيتش غير المعرض اللي انا كنت عملت عنده قبل كده ريفيو، شركه محمد فهمي للسيارات، هم دول اللي بيقسطوا مباشر من غير بنوك وعربيات مستعمله ومكشوف عليها ومية مية. اسعار مش رخيصه قوي وبرده لكن مش غاليه قوي زي اللي بيحصل في الزيرو، عشان اكون واضح معاكم. انتوا طلبتوا مني نصيحه، انا ما عنديش مشكله، الناس دي عندها عربيات من اول ال 150 وال 170 الف جنيه لغايه الملايين، لغايه البورشه عندهم. تحبوا اعرض لكم مثلا لسته من العربيات اللي موجوده عندهم بالمقدمات بتاعتها والكلام ده؟ ما عنديش مشكله، يعني انتوا اطلبوا وانا هنفذ، بس ما عشان ما يبقاش بس الموضوع هي مش سبوبه ولا حاجه، يعني عشان بس نجيب من الاخر، يعني القصه كلها مرتبطه بان في ناس كتير جدا، يعني ناس كتير جدا بدات تتواصل معايا وتبعت لي رسائل وبتجيلي هنا مستاءة ان هي مش عارفه تلاقي عربيه كويسه ومحتاجه عربيه ضروري جدا، اللي عايز يشتغل بيها ياكل بيها عيش، اللي عايزه تودي بيها الولاد المدرسه او الدروس او التمارين، واللي عاوز يحطها في الشغل عنده وتنقل بضائع، واللي عايز يجيب العربيه لبنته تروح بيها الجامعه بدل ما تتبهدل في المواصلات واوبر وكريم والكلام ده. فناس كتير قوي، يعني النطاق واسع قوي اللي ومختلف اللي عايز موضوع العربيات المستعمله ده. وانا بصراحه ما فيش في ايدي حاجه اقدر اساعد بيها غير ان انا اشوف لك حد بيدي لك عربيه مستعمله وتكون مضمونه، وفي نفس الوقت التقسيط بتاعها تقسيط مباشر مش تقسيط بنوك، مش تقسيط بنوك. فلو الموضوع ده يلزمكم اكتب لي في الكومنتات ان انت محتاج عربيه مستعمله، عشان لو لقيت ان او ابعت لي، لو انت مكسوف تكتب في الكومنتات ابعت لي على الواتساب خلاص زي ما بتبعتوا لي، او تواصلوا معايا زي ما بتتواصلوا معايا على ارقام المركز. وفي النهايه انا هعمل لك اللي انت عايزه، يعني لو لقيت ان الناس فعلا محتاجه الكلام ده انا تحت امركم، هصور هروح معرض محمد فهمي وهطلع العربيات المستعمله اللي عنده كلها وهصورها لكم، وعربيه عربيه يكشي يكون عنده 100 عربيه كلها عشان خاطر عيونكم، والله ما عنديش اي مشكله خلاص. بس يعني ايه اشوف ان انتم محتاجين الكلام ده اكتبوا لي في الكومنتات، والله لو لقيتكم محتاجين الكلام ده هروح اصوره. لقيت فعلا ان في ناس كتير محتاجه عربيات مستعمله بالتقسيط المباشر بعيدا عن البنوك ومشاكل البنوك وتعقيدات البنوك ووقت البنوك وحظر البنوك والكلام ده، انا تحت امرك. وهقول لكم لو في عربيه حالتها حلوه هقول، لو حالتها وحشه هقول، اللي مخبوطه هقول، اللي سليمه هقول، اللي فابريكا هقول، هتاخدوا بصوا هعمل لكم ريفيو عالمي خلاص. يعني غالبا ممكن اروح ان شاء الله يوم الاربع كده هخلص لكم القصه دي خلاص. وادي نداء مني الى شركة محمد فهمي للسيارات، انا جاي، احترسوا خلاص، عشان انا لو في عربية كده ولا كده هبهدل الدنيا، عشان الناس دي عايزة تركب عربيات كويسة.